وكله تمام بعد كده يعني. تعال بقى نتكلم شويه في الحاضر. شكل المسابقه الدوري السنه اللي فاتت الناس كانت شايفه دوري صعب جدا، يمكن الزمالك خرج من المنافسه مبكرا لظروف كانت موجوده عنده، يبقى الزمالك فريق كبير طول الوقت. الاهلي وبيراميدز كانوا ماشيين كتف بكتف وخطوه بخطوه. شفت الدوري كان عامل ازاي السنه اللي فاتت؟ هل جالك مثلا فتره حسيت انه لا الدوري المره دي ممكن يخرج بره النادي الاهلي، رغم انك خلاص بقيت لعيب في سيراميكا وولائك وانتمائك الاول، لكنه كراجل متابع كره القدم شفت الدوري ازاي وشفت بدايه الموسم السنه دي ازاي؟ ويعني السنه اللي فاتت كان موسم صعب وموسم طول قوي، وفي اوقات احنا بنوصل في الدوري لمرحله الملل. وصلت لمرحله الملل طبعا، سواء ملل فني او ملل من طول المسابقه، من نعم. اجراءات المسابقه. انا بس عايز افكر الناس بالهاشتاج سعد سمير مع حارس النادي الاهلي، وكل شويه هنبدا ناخد بعض من رسائل حضراتكم. اتفضل زودوا بقى في الهاشتاج يا جماعه، زودوا في الهاشتاج عشان سعد يحيى سعد يلا. بس فالموسم طول زي ما حضرتك زي ما بقول لحضرتك كابتن، حسيته بالملل فعلا. طبعا طبعا. وبعدين يا كابتن مفيش لعيب كوره بيقعد يلعب ماتش وبعد شهر ماتش، وساعات ماتش وبعد يومين ماتش. فالموضوع صعب جدا، واحنا بنعمل في السنه حوالي 3 4 فترات اعداد. ايوه و يا نهار ابيض. طبعا انت مش عارف تبتدي امتى وتنهي امتى، فالموضوع طول. وبعدين انت تقدر تلعب في لعيب كوره ممكن في مصر ممكن يلعب 10 مواسم في تاريخه، بس بره لعب له 20 موسم. مظبوط. لان الموسم بتاعه هيلعبه في سنه. ايوه. فالموضوع برضه صعب جدا وبيهلك وبيدخلك في قصص كتير، زائد ان احنا محتاجين الملاعب تبقى احسن، يعني في حاجات كتير احنا محتاجين حاجات كتير. فعلى الاقل نمسك في بعض الخيوط اللي يبقى عندنا، مثلا عندنا 3 4 عناصر في المسابقه احنا بنعملهم بشكل كويس، والسنه الجايه هنطور في 3 4 عناصر، والسنه الجايه هنزود. يبقى في خلال 3 4 سنين رجعنا الدوري بتاعنا من اقوى الدوريات في افريقيا وفي الشرق الاوسط وكده. فالموسم كان مضغوط، الموسم كان فيه اوقات ملل فني، فيه حاجات كتير، لكن الاهلي طبعا هو والزمالك المنافسين دايما على الدوري. دخل بيراميدز السنه اللي فاتت في غياب النادي الاهلي، بيراميدز قدر يكسب ماتشات كتير. مزبوط. قدر يكسب ماتشات متتاليه ورا بعض ويوسع فرق النقط، لكن طول ما النادي الاهلي مش موجود في المسابقه انت مرتاح، انت مش مضغوط. ايوه. غير لما الفرقه بتدبدب وراك، غير لما الزمالك موجود بشكل قوي، لما يكون في اهلي وزمالك وبيراميدز، غير لما يكون في بيراميدز شايف ان الاهلي بيلعب بس او الزمالك هو اللي بينافس بس، فدي طبعا بتدي قوه للمنافسه. التحدي دايما الاكتر ده اللي انا بكلمه في الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي، هل بيراميدز كانوا مصدقين ان هم يقدروا يكسبوا ويكملوا ولا لا؟ وهل هو مصدق ان انا اقدر اكسب الاهلي؟ لان هو لو كسب النادي الاهلي كان بيقرب من البطوله. فهنا مزبوط. السؤال. فجوه الماتش الواضح ان انت ما كنتش مصدق، والفوارق الفنيه اللي الناس كانت بتتكلم عنها قبل الماتش لصالح بيراميدز هي جوه الملعب هي راحت في صالح النادي الاهلي. الفوارق الفنيه دابت واتجهت لصالح الفريق اللي عنده شخصيه، الفريق اللي رجله ثابته في ارض الملعب، الفريق طبعا اللي عنده جماهيريه اكتر. جمهور النادي الاهلي بيفرق مع النادي الاهلي دايما، وعلى مدار التاريخ جمهور النادي الاهلي بيبقى هو اللاعب رقم واحد، هو اللي بيعمل ضغط على المنافس وهو اللي بيحطك تحت ضغط دايما. فلو انت قدرت تتغلب على الضغط ده تقدر ان انت تكسب. فقدر قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في المباراتين، ابتدى الضغط. هم دول اللي فرقوا طبعا، المباراتين اللي في اسبوع واحد ما بين الاهلي وبيراميدز. طبعا هم دول اللي فرقوا، وهو ده الضغط اللي اتصدر لبيراميدز. لكن بيراميدز للامانه برضو ادى موسم قوي. صحيح. وعمل اداء فني قوي جدا، وعمل يعني متهيألي من احسن مواسمه في الدوري. واحنا كلنا قلنا المباراتين هم دول اللي هيفرقوا في ارض الملعب يعني. كولر ماله؟ كويس طبعا. انت ما اتمرنتش معاه؟ لا ما اتمرنتش مع فايلر. لكن هل شايف انه يشبه فايلر، افضل من فايلر تكتيكه طريقه لعبه انضباطه مع هو انا بشوف حاجه كابتن شوبير. ان النادي الاهلي هو اللي بيضيف للمدير الفني طبعا، يعني انا طبعًا بتكلم بكل وضوح. مهما كان المدير الفني حقق بطولات، ومهما كان المدير الفني، انا ما اعرفش كولر قبل ما يجي النادي الاهلي، وما اعتقدش حد يعرفه. كان مدرب منتخب النمسا ودرب بس يعني كثيره في سويسرا ودرب في المانيا طبعا، بس اسمه محترم. لكن طبعا النادي الاهلي مش معروف بالنسبه لنا كجمهور مصري. نعم يعني مظبوط. فايلر نفس الكلام. نعم مظبوط. لكن النادي الاهلي بيحاول دايما يشوف احسن صفات المدربين واحسن اختيار بالنسبه للمدربين. من اللي انا شايفه فنيا، انا يعني هميل لفايلر شويه فنيا. فلعبت معاه وشايف. نعم. ان احنا وبرضه يعني الاداء الفني اللي كان بيتقدم كاداء فني
كره كانت ممتعه، كانت سريعه. فايلر بيقدم ده على كولر بيقدم على ده فترات. على فترات، نعم بيقدم ده على فترات، لكن هو من فرجتنا ليه هو بيميل اكتر للنواحي مش الدفاعيه بس، الكره المتزنه. يعني هو لو هو مدرب هجومي بحت او الواقعيه هو واقعي جدا. يحسب لكولر الفتره اللي فاتت اداره الفريق بشكل كويس، يحسب لكولر ان هو اتعامل مع الضغوطات الفتره اللي فاتت مر بيها بشكل كويس، يحسب لكولر ان هو قدر يحقق نجاحات في سنتين كبيره جدا. ده صحيح. لكن انا بشوف ان النادي الاهلي له فضل الاكبر في النجاحات دي. النادي الاهلي ينجح اي مدرب، نعم. اداره النادي الاهلي والسيستم اللي جوه النادي الاهلي كابتن شوبير ده مش موجود يعني في اي نادي. كل الانديه بتحاول ان هي تجتهد، لكن النادي الاهلي عمل مؤسسي، سيستم بيفرق. سيستم بيفرق طبعا. انا نفسي نعم. انديه كتير عندها المقاومات تنجح وعندها المقاومات تقدر ان هي توصل لحته بعيده، من ضمنهم نادي سيراميكا طبعا، نعم. عندنا امكانيات كتيره نقدر نوصل لابعد من كده بكتير. النادي الاهلي فيه سيستم ونظام، كل واحد بيعمل شغله، كل اداره جوه النادي بتعمل شغلها، متقسم في وظايف لكل واحد بشكل كويس جدا. المدير الفني جاي ما عندوش شغل للملعب، ما عندوش كل شغل، واحد عارف دوره. كل واحد عارف دوره. وفي ميزه في النادي الاهلي ان كل اداره بتكمل الاداره الثانيه.